احنا لازلنا مع حضراتكم في الاسكندرية عشان نشوف التقرير ده، استعدادات مكثفة من المحافظة علشان استقبال الموسم الجديد بتاع الشتاء، مطر نوى وما إلى ذلك، ولا يهمنا ولا حاجة تهزنا. شوف التقرير ونكمل الكلام. المحافظة معتاد عليها النوات منذ سنوات طويلة، وهي بتكون جاهزة تماما سواء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي وشركة مياه الشرب، وكل الجهات التنفيذية بتكون مستعدة تماما، والتجهيزات دي بتكون الحقيقة على مدار شهور طويلة قبل موسم النوات الشتوية. احنا جاهزين تماما ان شاء الله، ومجهزين كل الاجراءات، الاطقم الخاصة بالسيارات موجودة، قبل ما يعلن عن اي نوة بنكون جاهزين قبلها ب 24 ساعة. كان لينا لقاء مع دولة رئيس الوزراء من حوالي 9 شهور، ازاي نحل المشكلة دي؟ لجأنا لبيت الخبرة بتاعنا جامعة اسكندرية كلية الهندسة، والحقيقة فيها خبراء ومتخصصين حاجة رائعة الحقيقة، وعملوا لنا مشروع ضخم جدا لفصل عملية مياه الأمطار، استراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، وده فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي. الغرض منها في النهاية إن احنا نستفيد بكل نقطة مياه ممكن تنزل علينا في اسكندرية. عندما ينتهي خلال عدة سنوات بسيطة هيبقى احنا اسكندرية لن يحدث بها أي غرق، ده رقم واحد. رقم اتنين، مفيش نقطة مياه أو مطر نزلت على اسكندرية إلا وحيتم توجيهها إلى الدلتا الجديدة للاستفادة منها في الزراعة والصناعة والتجارة والتجمعات السكنية الجديدة. ده أحد المشروعات الاستراتيجية المتكاملة لفصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي. يعني إحنا حضرتك واقفين في مكان هنا اللي هو في سبورتنج على الكورنيش، ده أحد الأماكن اللي يوم 22 نوفمبر السنة اللي فاتت تجمعت فيها مياه الأمطار وتعطل الكورنيش لمدة يمكن ساعة لساعتين. فكان القرار من دولة رئيس الوزراء على طول ضرورة فصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي، والعودة مرة أخرى إن الصرف الصحي يبقى لوحده ومياه الأمطار لوحدها. في اسكندرية هنا ما عندناش أي مشكلة طول موسم الصيف. لما يجي موسم الشتاء تبدأ النوات، يحصل التجمعات دي. الفصل ده إن شاء الله ضمن زي ما قلنا حاجة استراتيجية متكاملة. لما يتم الفصل الكامل ويستكمل المشروع على مستوى اسكندريه لن يضار احد او مواطن في اسكندريه بمياه الامطار. احنا بنستعد لخطه الطوارئ ديت بانتهاء موسم الشتاء العام القادم. مجرد ان احنا بننتهي من خطه موسم الشتاء بنبتدي اولا خطه الطوارئ بتاعتنا رفع كفاءه العربيات، ان احنا بنستعد بيها بنرفع الكفاءه، بنعد الخطه المستقبليه اللي هي هتبقى مثلا الشتاء القادم دي، بنجهز العربيات، بنشوف النقط الاماكن السخنه، احنا بيكون عندنا اماكن معروفه وفي المرور بيحدد اماكن ثانيه، وكل دي طبعا الخطه بتبقى تحت اشراف السيد اللواء محمود نفا واللواء ماجد اللي هو مساعد رئيس الشركه لقطاع التامين الفني. بنكون متواصلين على مدار الساعه ان احنا بنعمل الخطه اللي هي بنواجه بيها الشتاء والخطط البديله كمان لها.